الإبداعات العربية كانت وستبقى عصية على الانطفاء حتى وإن حجبت نورها غيوم الانكسارات السياسية، فهي قادرة على التوهج من جديد إذا ما توفرت لها الظروف الملائمة والدعم اللائق. علماء من أمثال البيروني، ابن الهيثم، الزهراوي، ابن حيان، ابن النفيس، ابن خلدون وغيرهم الكثير خطوا باكتشافاتهم العلمية مستقبلاً أكثر إشراقاً أمام الإنسانية حين وضعوا حجر الأساس للعديد من الحقول العلمية التي اعتمدت مبادئها للتدريس في الجامعات العالمية، فساهمت في تحقيق مرحلة الازدهار التكنولوجي الذي تنعم به البشرية هذه الأيام. مؤسسة عبد الحميد شومان شاءت أن تساهم في بعث هذا الوهج من جديد إحياءً لذكرى هؤلاء الأفذاذ من جهة، ولإنارة الطريق أمام جيل جديد من المتميزين العرب من جهة ثانية، حتى تعيد الهيبة للبحث العلمي الأصيل وتعيد الثقة بالعقل العربي وقدرته على التجدد والخلق والابتكار. فأطلقت جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب التي تناوب العديد من القامات على تطوير برامجها منذ تأسيسها في العام 1982 إلى يومنا هذا عبر الهيئات العلمية ومجلس الإدارة. وخلال هذه الفترة ازداد عدد المحكمين ليصل إلى أكثر من 30 محكماً ومحكمة لكل دورة من مختلف الدول العربية، كما تطورت قيمة الجائزة لتصل إلى 20,000 دولار لكل من 12 جائزة ضمن 6 حقول مختلفة، وهي العلوم الطبية والصحية، العلوم الهندسية، العلوم الأساسية، العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية، العلوم التكنولوجية والزراعية، العلوم الاقتصادية والإدارية. وقد حاز 434 باحثاً وباحثة الجائزة من أصل نحو 4553 متسابقاً ترشحوا للفوز بها من 17 جنسية عربية مختلفة. واليوم نحتفل بمرور 37 عاماً ظلت فيها جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب تسهم في استدامة الحراك العلمي وتعزيز مكانة العلم والعالم على حد سواء في الوطن العربي. هذه السنوات الطوال لم تزد مؤسسة عبد الحميد شومان إلا إصراراً على استمرار هذه الجائزة لتمكين الباحثين العرب ونشر العلم والمعرفة لتعزز الدور الريادي الذي تلعبه محلياً وإقليمياً.